هنكمل ان شاء الله النهارده الشارع تاني اسبوع لينا فيها. النهارده باذن الله هنبتدي نلعب بالشيت. المساله اللي احنا عملناها الاسبوع اللي فات في السكشن دي مش من الشيت اصلا. ده كان مثال بس. عندنا همنعها الشيت التاني على كده. سبع مسائل. السبع مسائل دول هيخلصوا الاسبوع ده والاسبوع اللي جاي. تمام؟ دي بس عندنا مسألة 6 9 12 بروبلم 1 بروبلم 2 كلهم فيهم كونيكال شيل. كلهم فيهم كونيكال شيل. كونيكال شيل هيبقى الاسبوع الجاي. فالخمس مسائل دي الخمس مسائل دول هنخليهم الاسبوع الجاي وهم هيحلوا بسرعة. يعني انت خلاص هتكون عرفت فكرة الكونيكال شيل هنقدر نتكلم من 6 حتى الخمس مسائل دول. يعني الاسبوع الجاي ان شاء الله من اول سكشن لاخر سكشن بنحل من 6 ل 2. خد بالك بقى من حاجه، انا ما بحل معاك بديك الماتيريال الدراسيه بديك بدايه المساله وبقول للنسخ انك تكمله انك تعوض بس الارقام. وده بتعمله في البيت الشيت. كل اللي احنا بنعمله بفهمك المساله عباره عن ايه وفكرتها ايه وازاي تحل وبعد كده في البيت بتكمل مسائل الارقام. يمكن 4 بي عشان النهارده هحل معاك 4 بي بروجرام 3 دول اللي هنعمله النهارده. دول اللي هنعمله النهارده دول ان شاء الله المره الجايه. سيكشن ساعه ونص المره الجايه ان شاء الله نخلص الخمس مسائل اللي في النص كلهم فيهم كويس. اكيد انا مش هحل 4 بي بس بروجرام 3 النهارده. هاخد هنا مسالتين من البيت دول ومتحدث معانا قدام هحلهم برضه معاك. مش مطلوبين من الشيت مش مطلوبين نعملهم في السكشن بس انا شايف ان هم مهمين قوي لان هم دايما بيجوا في البيت ترم وفي الفاينل. بس ده البيت ترم المسالتين دول هنعملهم في الشيت. فانا عندنا المسالتين دول في مسالتين بتوع ميد ترم اهي ومش مطلوبين منك في الشيت مش مطلوبين نعملهم في السكشن بس انا حاسس ان هم يعني بيطلبوا منك في السكشن. ماشي؟ طيب بص كده معايا 4 بي عباره عن ايه بقى؟ اولا هي 4 بي هي مساله في الشيت 4 اي و4 بي و4 سي يعني هي 4 فيها 4 مطاليب 3 مطاليب. ماشي؟ انا لقيت المطلوب اللي في النص. هو المطلوب الاولاني كان ايه؟ المطلوب الاولاني كان ايه؟ ان احنا نعمل 3 مطاليب اي بي سي رقم 4 في الشيت. انا مطلوب منك انك تسلم 4 بي وانا هناقش معاك 4 بي دلوقتي. بس تعرف تحل 4 اي و4 سي ليه؟ 4 اي انك تحلها عليها جي. فدي اسهل بكتير من الميه. تحل بتاعت الجي اسهل من الميه. انا فاكر المره اللي فاتت ان القوس اللي هو بي ار كوساين فاي زائد بي فاي ساين فاي ده كله بتشيل من جي. فنفس الطريقه اللي انا عاملها بالظبط اطبقها بس على الجي فهي اسهل. دي ارحم شويه في التكاملات دي اصعب بتاعت الميه وارحم شويه في الميه فدي حل احسن ونضيع فيها وقت نص ساعه ولا حاجه احسن بكتير من هذا العلاج بتاعت الجي. لان انت الجي لو رجعت المساله انا عملتها الاسبوع اللي فات هتعرف تحلها بالظبط زي ما عملنا الاسبوع اللي فات. تمام؟ فكر بقى انك تقسمها والكلام ده كله هنشوف بقى تعملها زي ما بعض. طب وسي بقى؟ سي قال لك خد المايه في النص. كل اللي هيحصل ان الباوند كونديشن هتغير. بدل ما المايه بدا على 5 بصفر الفايف بكام؟ الفايف ب 90 يعني الباوند كونديشن هتغير. يعني مفيش اي حاجه هتحصل سالك الباوند كونديشن بس اللي هتغير. طيب المسألة دي حلها ازاي بقى؟ المسألة دي أول حاجة زي ما كنت فاهم الأسبوع اللي فات هتحدد أر واحد وأر اتنين. أر واحد بكذا وأر اتنين بكذا. ان ار واحد بالهند دي عباره عن ايه بقى المساله؟ عباره عن كوره باشمهندس كوره محطوط فيها ميه. الكوره دي معموله على حزام زي ما اتفقنا المره اللي فاتت ان ده رينج دي حزام جت الكوره من تحت ورحنا حاطين عليه الكوره حاطين عليها كده. طبعا دي ما عملناش حزام في النص لانها هتقع الكوره هتقع لو عملناها في النص يعني يا دوبك تبقى المفروض ايه يعني ايه بالظبط. انما كده تبقى تحميل اكتر يعني كده تبقى محطوطه اكتر عارف كده حط حاجه كده والكوره اكبر حاطين عليها الكوره دي. الخزان ده مليان ميه على الاقل دي مساله عامه. طيب اتفقنا المره اللي فاتت لو انا عندي سبيريكال شيل اللي هو شكل الكوره الشيل الكروي بيبقى ار واحد يساوي ار اتنين يساوي ار اللي هو كام؟ 5. تمام. تاني حاجه دي الخطوات بالظبط اللي بتعملها لاي مساله شيل يبقى رقم واحد تحدد الار. اول حاجه تحدد البريفنس بريفنشن. حتى بيجي مسائل الامتحان احيانا في ميد ترم يديك مساله يقول لك انا مش عايز منك غير الليتس بريفكشر بس. اللي هي المسائل اللي انا مسالتين اللي فاتت حلوهم بتوع ميد ترمات قديمه ثم احد مسالتين اعملهم النهارده مش عايز بس الليتس بريفكشر عايز اروح واطمن. تاني اول خمسه عشان دي سهله
المسائل دي اكيد الاراء مش سهله كده بريد بس هنا سهله. طب تاني حاجه بنحددها الخطوه الثانيه بتحدد البي ار والبي فار. الخطوه الثانيه بتحدد البي ار والبي فار. دي اتناقشنا بقى الاسبوع اللي فات قلت انا باجي اخد سيكشن في الشات هاجي ارفع هنا انا عندي مره اهو دي كده اسمها ار. حلو كده؟ طيب الار ده في اتجاهه بيحصل ايه؟ قلنا المره اللي فاتت بيحصل هنا حاجه اسمها ايه؟ بي ار. او خلينا ما نقولش بي ار، خلينا نقول من الفلو ان ضغط الميه بيبقى عمودي على الماس ومقدار جاما اتش. ايه هي الاتش يا باشمهندس؟ اقول لك الاتش هي اللي فعلا ده كده اتش. طيب يبقى اذا هتقول ايه بقى؟ يبقى اذا بي ار بيساوي جاما اتش ماينس. اتفقنا عشان ده متجر؟ ده اتفاق. قلنا اللي خارج لبره يبقى نيجاتيف واللي داخل يبقى بيتوصل. الجي بيبقى داخل بيتوصل والميه اللي خارج بقى عندي اتش. الاتش اجيبها ازاي؟ جاما بواحد يا جماعه. الميه محدش يقول لك الامتحان ان الجاما بتاعتها بواحد. ماشي؟ الامتحان حدش يقول لك ان دي هو قال لك انها ممنوعه ميه. طبعا كلنا مهندسين عارفين ان الجاما بتاعت الميه بواحد. فبالتالي اذا البي ار هو نيجاتيف اتش. ناقص بقى جي بي. جي اتش. اتش ده بيتغير في الاجابه. النقطه اللي فوق الاتش بتاعها كام؟ فوق خالص الاتش بصفر. فالاتش خلي بالك بتزيد لتحت يعني ممكن يعملها كده كده حاجه كده بتزيد لتحت تقول اه هنعملها ازاي بقى؟ بص معايا هنقول خلاص ده جاما اتش اللي قلنا النقطه من هنا لحد هنا اسمها ايه؟ اسمها ار اسمها ار. الزاويه دي كلها 150 درجه بس انا ماليش دعوه ب 150 درجه دلوقتي انا هاخد الزاويه العامه اللي انا فهمتها دلوقتي اللي هي اسمها ايه؟ اسمها فار. كويس كده؟ لو انا جيت ببص ببص الاقي عندي ان انا ممكن احلل الار دوت راس الاخر، احلله راس الاخر، ففي عندي ايه؟ ممكن اقول ممكن تعمل كده حاجتين، ممكن واحد يقول لي دي كده 90 دي كده كام؟ الزاويه كام؟ 90 مقصود. بس خلينا ممكن نعملها بطريقه ثانيه تقوم قايلين ايه؟ لا انا هحللها في مكانها كده على طول. لو انا عايز اجيب القيمه الارتفاع من هنا لحد هنا هيبقى ار كوساين فاي. بلاش نخش في حته ان دي 90 ناقص فاي وتجيب لي الارتفاع اللي هنا من هنا من هنا على طول. ماشي؟ يبقى دي ار كام؟ ار كوساين فاي. طب هسالك سؤال، هو الارتفاع من هنا من هنا لحد هنا كام؟ اللي هو من هنا لحد هنا هي ار هي نص القطر الضيق. يبقى اذا الاتش بيساوي ايه دلوقتي؟ ار ناقص ار كوساين فاي. طب انا عندي الار وانا عندي الار يبقى دي 5 واحد ناقص كوساين فاي. عايز تكتب حط الفاي بصفر. حط الفاي بصفر. حط الفاي بصفر. هيطلع كام؟ ناقص واحد ناقص واحد يطلع صفر. تمام كده؟ حط الفاي ب 90 يطلع فاي. تمام كده؟ كده على الربع ده بالظبط. كده مش بتاع نص كل الدايرة. إذا يبقى البي ار بيساوي إيه؟ ناقص 5 واحد ناقص كوساين فاي. واحد ناقص كوساين فاي. البي فاي بيساوي قلنا المرة اللي فاتت دي صفر. المية ما بتغيرش غير في إيه؟ اتجاه عمودي على الماس. يبقى بالذات التاني مفيش حاجة في اتجاه الماس. الناس اللي كانت بتقول لي طب فين الويت؟ أقول له لا الويت ده أنت بتحل لوحده وبنحل المية لوحدها. يعني اللود جي يبقى ليه بي ار وبي فاي. ده ما تشوفش المرة اللي فاتت والأسبوع اللي فات يبقى ليه مرتبتين جي. في الحالة دي هنحل المية بس. هنحل المية بس. يسع الوقت. يبقى إذا ال القانون بقى اللي هنكتب القانون دلوقتي. القانون نكتبه كده مع بعض أصلا يعني القانون واحد وواحد اثنين وخمسة. حاول بس تفضي هنا عشان نكتب القانون. الار واحد بيساوي الار اثنين بيساوي خمسة. جبنا بي ار وبي فاي خلاص. يبقى إذا القانون بقى ان فاي ناقص واحد ساين تربيع فاي تكامل ار واحد ار اثنين دي تحت ار اثنين هنا ار اثنين نسيتها ما اعرفش انت انا بتشتت ار اثنين ساين تربيع فاي ار واحد ار اثنين بي ار ساين فاي بلس بي فاي ساين فاي ساين فاي دي فاي مش هنحط ستات خلاص لان احنا ايه؟ متأكدين ان الموت ده مش بسبب. مش محتاجين ستات.
طيب اذا ان باي هيساوي عوض ناقص 1 على 5 ساين تربيع باي ده كام؟ 5 ب 5 دي 5 تربيع. عندي هنا بي ار قلنا ايه؟ ناقص 5 يبقى عندي ناقص 5 مضروبه بكام؟ 1 ناقص كوزاين كوزاين باي. الكلام ده كله مضروب في ايه؟ ساين باي كل ده ايه؟ في كوزاين دي كده دي كده بي ار دي كده بي ايه؟ دي كده بي ار. يبقى انا معرفش احط ده خلاص بصفر يبقى ده كده لحد دلوقتي انا كتبت بس ايه؟ بي ار اللي هو كوزاين باي. اه كمان كوزاين باي كل بعد كده مضروب في ساين باي بره دي فور دي فور. لحد دلوقتي انا لازم اوسط الموضوع دوت. اوسطه ازاي بقى؟ ادخل الساين باي ونطلع بقى الخمسه تجاهين كل مع خمسه بره يبقى خمسه تربيع يبقى بره يبقى كام فوق ناقص 25 على كام؟ على ساين تربيع باي صح؟ ناقص اللي هم على ناقص يبقى لقينا بره بوستر. خليها نيجاتيف بره خليها نيجاتيف بره خليها بوستر. تعالى خليها بوستر ماشي. هات تكامل ايه بقى؟ كوزاين باي ساين باي كده ده هو ده اللي هو الكوس ناقص كوزاين تربيع باي ساين باي كل ده مضروب في ايه؟ دي باي. كامل بقى ده التكامل الاقتصادي يعني. تعالى اعملها لك كده على جنب. تكامل ساين باي كوزاين باي دي باي يساوي ايه؟ بص بص لا خليني ماشي هي بص بص من الرياضه تكامل ساين كوزاين هو ساين تربيع على اثنين او كوزاين تربيع على اثنين في كده تربع كوزاين. ليه بقى؟ تعالى نعمل تعالى نقول انها نيجاتيف. انا هعملها ثلاثه كوزاين تربيع باي على اثنين مش مصدقني فاضل الاثنين شوف هيطلع ايه فاضل الكام شوف هيطلع ايه فاضل ده اول حاجه ده كوس متربع يبقى نزل التربيع يبقى تنزل اثنين تروح مع الاثنين يبقى كوزاين باي تفاضل كوزاين باي نيجاتيف ساين باي يبقى تطلع نيجاتيف في نيجاتيف تطلع بوزيتيف ويبقى يبقى ايه كوزاين باي ساين باي رجعت اصلها اه رجعت اصلها يبقى لو دي فضلتها ترجع لدي. طب والخلاصه خلاص انت عرفتها خد بالك ده اصعب تكامل هتشوفه مش اصعب من كده ماشي؟ ده اصعب تكامل هتشوفه. ميزه التكامل ميزه الشيرد او الكورس ده انك مش هتشوف تكامل في الامتحان جديد. يعني لو انت عارف التكاملات كلها نتائجها ايه؟ مش هتصدمهم بقى او هتكتبهم بطريقه ما خلاص يبقى هي اسطمبه هتصدمك في الامتحان. هتصدمها او تعرف تصدمها المهم انك مش هتشوف تكامل جديد. تبقى كل التكامل اللي قابلت في الامتحان عدى عليك قبل كده. لو طلع معاك تكامل في الامتحان شك في نفسك على طول. شك في نفسك، لازم التكاملات تطلع من اللي احنا بنعمله. طيب بالمثل برضه. اللي هي بقى الثانيه اللي هي كوزاين تربيع. كوزاين تربيع ساين باي دي باي. بالظبط. نيجاتيف برضه ولا بوزيتيف؟ كوزاين دي اللي انا لسه كاتبها كانت نيجاتيف كوزاين تربيع باي على 3
في نيجاتيف بوزيتيف وزايد تفعيل فاي على ثلاثة زائد كونستنت زائد كونستنت. طبعا انا كمان كده انا كمان خلاص اشيل بقى عندكم كام خلاص كده كمان تعالوا يا جماعه الشيت عشان انسى ده الشيت اهو عشان انسى بس تعالوا كده كامل حاضر يلا انا صورته خلاص يعني اقول لك على حاجه ممكن كان واحد يسيب دي سالب بره كان بديل منك ودي سالب فاهم؟ فالسالب بتاعنا يطلع هو السالب بتاعك بس العكس الاشاره يعني فاهم؟ القيمه نفسها دي بتحصل. بص يا جماعه واحد مثلا سيف عمل ايه؟ ضرب ال 25 دولار ضربها برضه عادي دي مشكله تخش الوقت كام؟ ال 25 لما تخش تضرب السالب السالب هيفضل زي ما هو تفتكر السالب بتاعي هيبقى زي السالب بتاعك؟ لا بالظبط كده السالب بتاعي والسالب بتاعك لو حسبتهم على بعض يبقى 25 يعني عايز اقول ايه؟ ممكن في الامتحان يطلعوا سالب اربعه بس الايكويشن على حسب بالظبط بس الايكويشن النهائيه لو نعوض فيها عند اي زاويه تطلع اربعه على حسب كل واحد في واحد في واحد دخل 25 جوه الحته دي مهمه قوي عشان تطلعوا في الامتحان واحد بيطلع سالب بالاثنين يقول انا عملت غلط لا كل واحد حسب وكتب المعادله ازاي؟ واحد فيكم مثلا ضرب 25 جوه انا الحل اللي معايا مثلا مخلي دي سالب ودول دي موجب ودي سالب لو حطيت المعامل جوه سالب طلعت سالب بره يطلع السالب بتاعي سالب السالب بتاعي بالظبط فعادي سواء انت بتعرفها على حسب انت رتبت المعامل ازاي ماشي طيب دي بقى السالب ازاي بص بقى فاي بكام تعرف حاجه عند فاي بكام تعرف حاجه يعني بنقول ان عند فاي بزيرو هنا لما تيجي تبص المعادله دي هتلاقي حاجه غريبه جدا هتلاقي نفسك بتقسم على ساين زيرو يعني هتلاقي بتقسم على ايه؟ على انفينيتي على ايه؟ على انفينيتي ولو عوضت فوق المفروض ان يطلع زيرو على زيرو زيرو على زيرو دي كميه غير محدده هي زاويه تقبلات الباوند كونديشن بتاعنا في الحاله دي فوق وتحت فوق وتحت بمناسبه فوق وتحت بقى خلينا اكلمكم في حاجه ثانيه المساله دي لازم تحلها في الوقت جزئين غير بعض لازم تحلها جزئين غير بعض ليه بقى؟ انا كنت مستني لما يجي الحته بتاعت التامه دي واتكلم في الجزء ده المساله دي ما ينفعش تحلها كلها في حته واحده ليه بقى؟ اولا البيهيفير بتاع الشيل اللي فوق غير البيهيفير بتاع الشيل اللي تحت بمعنى دي القاعده اهي اللي ركز عليها الشيل اللي فوق عامله ايه عليها؟ ضغط عليها قاعده يعني كانها حماية عليها واللي تحت لا بتشدها بتشعلها فيه صح؟ يعني دايما بتقول ان اللي فوق عليها ضغط واللي تحت عليها شد فلازم وانت بتحل تقول ان انا بحل هنا الجزء الاولاني ده بارت 1 بارت 1 ده الجزء الاولاني او بنسميه ساعات احيانا بنسميه ابر فدي اسمها ان باي يو يعني ان باي ابر ان باي ابر ان باي ابر طب ايه يفرق ان باي ابر عن ان باي لور؟ السابق المعادله واحده المعادله ايه؟ المعادله واحده يعني المعادله اللي انا عاملها دي واحده بس السابق بقى الان اكبر غير الان لوجر ليه؟ لان يعني الشيل اللي فوق اندر كومبريشن الشيل اللي تحت اندر تنشن وعشان بمعنى تاني اللي فوق ركز على رينج بيم واللي تحت مش على رينج بيم اللي تحت مش على رينج بيم نقول ان ده بارت 2 ده بارت 1 حد يعني طيب المفروض ان انا البارت 1 ده الفاي تحت من كام لكام؟ انا هنا دي يا جماعه دي 150 درجه هنا لحد هنا دي 150 درجه يبقى من 0 ل 150 150 درجه طيب واللور 150 150 بنقول لا
دي كده زي ما انت قلت 10 لكنك وصلت لحد هنا يعني معادله الاتش تنفع للشيل كلها فاهم قصدي؟ طيب هسألك سؤال تاني الشيل اللي تحت البي ار نيجاتيف بي ار ونيجاتيف جاما اتش ولا اختلف؟ نيجاتيف جاما اتش يبقى المعادله اللي انا عاملها فالت للشيل كلها بس وانت بتجيب الثوابت هتقول ان المعادله دي اجيب الثابت او اقول ايه؟ عندي ثابت او بالظبط اقول عندي فار اقرب يساوي زيرو او عند فايف زيرو ايه بقى اللي بيطلع عندي؟ لا اوعى تقول ان فايف زيرو ما ينفعش تقول ان فايف زيرو البسط صفر اه ده غلط ده غلط انك تقول ان فايف زيرو لو حد بيصحح في الامتحان هيديك غلط ان فايف مش زيرو ده بالعكس ان فايف انفنتي ان فايف انفنتي ليه؟ ان فايف انفنتي لانك لو حطيت هنا صفر هيطلع حاجه على صفر اي حاجه على صفر ليه؟ بانفنتي بحيث ازاي جت دخلت بقى الرياضه هنا في الموضوع قال لك ان اي حاجه بتعوض تطلع انفنتي تعمل لها ليمت نتيجه الحدوته بتاع الليمت دي يقول لك انك تاخد البراكت ده هو اللي تزود صفر عشان نخش بقى في الليمت والرياضه لا البوست هو اللي تزود دي فرق شاسع ما تبقاش تقول ان فايف سالب هبدا اهو تقول ان فايف سالب وتكتب ان البوست هو اللي تزود واحد من العاملين يقول لي انا ما هو البوست ده ما بسالب يبقى ان فايف سالب لا او صفر على صفر صفر على صفر في الرياضه دي حاجه اسمها معينه اه بالظبط حاجه غير محدده غير معرفه ماشي فخد بالك اوعى تقول ان فايف صفر تقول ان البوست هو اللي تزود عوض معايا على ساين تربيع ار
ناقص كوزين تربيع باي على 2 زائد كوزين تربيع باي على 3 زائد 5 على 6. لا زائد 6. المعادله الثانيه ان باي لوج هيساوي 25 ساين تربيع باي ناقص كوزين تربيع باي على 2 تربيع باي على 2 زائد كوزين تربيع باي على 3 زائد 5 على 6. معادلتين للبعض تماما. الرابط الوحيد اللي بينهم ان الرينج جيم هنا لما تيجي تجيب الفورس اللي هنا والفورس اللي هنا على الرينج جيم دي بتعوض بباي بكام؟ الرينج جيم على ذلك كام؟ 150. بنقول ان الترم ده اهو دي سالب ده 5 على 6 خلاص. بنقول ان دي بدل من باي صفر لحد باي 150 ودي بدل من باي 150 حتى باي بكام؟ 180. 180 يعني ممكن تعوض في 150 تعوض في 150. طب انا لو عوضت 150 في الاثنين هيطلع فلوس. ليه؟ هيطلع فلوس ازاي؟ لا ما عملتش سبب هيطلع فلوس ازاي؟ هو البنك المعاشي بقى الاماكن بتاعت الشنطه يعني مثلا دايما بنحط فوق وتحت على حسب ايه؟ الاماكن الباوند كونديشن. الباوند كونديشن في حاله الكوره في حاله الكوره مربوطه بالنص الحزام النص اللي هنا فوق وتحت دي الحته اللي بتبني الفن. انا اصلا رياضيا اتصرف في النص بقى في ان باي ما اعرفش المفروض يا باشمهندس في رياكشن عند الرينج بين نت مش هعرف اعوض 150 ليه مش عارف ازاي ان في من نفس الزاويه وديها من الثانيه؟ يعني طب خليني بس اكمل. هي دي الخطوه اللي جايه الرنج دي مش هايله كام بقى؟ بص يا باشمهندس حاجه كده عوض لي مره بجيب 150 ومره بجيب 150 طلع لي ده الاول باي ابر ب 150 طبعا عشان انا عايز كل الرينج دي خلي بالك المقادير رو ديستريبيوشن خلاص انت هتعمل ايه؟ هتعوض بدي من زاويه من 0 ل 150 ودي من 150 ل 180 وترسم ديستريبيوشن زي ما قلنا في المره اللي فاتت دي مشكله تطلع معاك لما تعوض ب 0 ل 180 ترسم صح انت مش الدايجرام خلينا خلاص من الرسم بتاع الوش خلينا خلاص من الرسم تيجي تعوض هنا اهو بص يا باشمهندس تيجي تعوض هنا عند صفر تطلع كام؟ حط سواء باي وصفر ان الجزء الاكبر يطلع كام؟ انفينيت ترسم انفينيت ازاي؟ لا يبقى اول حاجه ترسم عن الباي يعني الحته دي هتكون السيمبل بين الشفت اللي جاي برضه لما بنلاقي زاويه من عمر عندها بتديني انفينيتي ناخد رقم بقى على طول يعني ما ناخدش صفر ناخد زاويه كام؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة معاك لحد خمسة يعني بدل ما بقف زي أقف واحد أو اثنين تمام؟ طيب ليه بقى؟ ليه؟ هو في الحقيقة يا جماعة احنا النقطة اللي فوق دي بنبقى بنقلق منها جدا فبنعمل ايه؟ بنعملها ده عارف دي فتحة الاستخزاز أصلا بنعملها كاميرا كبيرة جدا النقطة دي بتبقى قوية أوي والنقطة دي بتبقى قوية أوي يبقى لازم الشركة يبدأ من كام؟ مش من صفر بقى هي فعليا الشيل اللي هي بتاعتها بدات من زاويه بعد الصفر عشان نعرف حته البنت في الحقيقه يعني فوق شال دور تحت ضغط ايه؟ فوق شال فوق شال تحت ضغط العكس 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 فوق ضغط ان 42 وتحت سلم 24 مضي. لا العكس هو فعليا يعني ايه يعني انا راجع عند الشيل ما بتسيبش الحته اللي فوق اللي انت عارف ليه؟ لان مين شايل الحمل بتاعت اللي فوق؟ طبعا هي زاويه المقاس هنا في صفر ديت تمام كده؟ طبعا انت اكيد هتقلق من حاجه زي كده يعني تسيب حاجه من فوق افقيه وتخانقها صفر وتخانقها سوري خانقة الشيل اللي هي 20 سم فبتعمل ده في تخينه شويه الشيل الحقيقيه بدل مش من زاويه صفر لا من بعدها بشويه ليه؟ بتقول من سيكشن هنا الحته دي كده يعني هتعوض هي مثلا باي بكام الاول؟ باي مربعين مثلا تحت باي بكام؟ 100 178 اهو هتعرف ده كام؟
الا هو اللي هاخد من تحت من فوق ولا ايه؟ يعني لو من فوق خدت ايه يبقى من تحت الان الخلاف بين الرصيف موجود ده اكس ده برضه جيب الاكس ازاي؟ ان باي ان باي على ار واحد زائد ان زيتا على ار اتنين بيساوي ايه؟ ناقص بي ار ناقص بي ار. لو عايز ان زيتا اكبر بس مش لو عايز ان زيتا بالجزء الاكبر يبقى ان باي هنا ايه؟ ان باي هنا ايه؟ اكبر. هدي ار اختلف من ال فوق او تحت البي ار اختلف اللي هو هو وعنده بي ار زائد. يبقى لو عايز اختلف لو عايز ترسم دايجرام ده يكمل ان باي. لو عايز ترسم دايجرام ان زيتا جنبه هترسمه ازاي؟ هي من العلاقه اللي احنا ذكرناها المره اللي فاتت. لو عايز ان زيتا اكبر يبقى ان باي ايه؟ اكبر. لو عايز ان زيتا لور يبقى ان باي ايه؟ طيب المفروض لما احول عند باي 150 هنا هيطلع دي بالنيجاتيف. هيطلع قيمه هنا بالنيجاتيف. قيمه دي بالنيجاتيف. تطلع نيجاتيف ده 42 يعني كده تطلع نيجاتيف 42 بوينت 48 واخد بالك؟ انا عايز اجيب دلوقتي يا باشمهندس 42 دي طلعت لما عوضت طلعت نيجاتيف بقسمها ايه؟ ضغط بقسمها ضغط. احنا كنا عارفين كده من الاول ولا مش عارفين؟ عارفين كده تمام؟ اللي تحت لما تعوض على ان باي لور الجزء اللي تحت 150 برضه لان هي نفس النقطه خلي بالك هيديك حاجه تاني 24 كام يا باشمهندس؟ 24 81. طب ايه رايك نقول ده 24 دي 42 عشان نحسب بسرعه ده 24 دي 42 كويس. تعالى بقى نكمل تحت هنا يبقى ادي عندي الرينج دي وادي عندي ايه؟ العمود. تعال نحللهم بقى تعال نحللهم. الزاويه دي كام هنا؟ ها؟ الزاويه دي 150 يعني دي 30 دي هنا 30 يبقى دي هنا 30 يبقى دي كام؟ 60 درجه. 30 يبقى دي 30 يبقى دي 60 يبقى الزاويه دي 90 درجه يبقى دي كام؟ 60. طيب حد يقدر يقول لي يبقى اذا القيمه الرئيسيه اللي هي على عمود كام؟ 42 24 66 صح كده؟ يبقى 66 كوساين 60 كوساين 60 دي نص صح؟ كوساين 60 دي نص يعني 33. طلعنا على ايه؟ على المتر. خلاص خلصت دي جبت الكوش على العمود خلاص دي القوه على العمود ماشي؟ تعالى بقى للرينج دي هي دي فيها شغل شويه هي تطلع هي مركبتها تطلع كده صح؟ صح ولا ايه؟ دي ودي مركبتهم من فوق دي تطلع كده كان رينج بين ايه؟ في واحدة الناحية التانية خلي بالك رينج بين تانية تطلع نفس الكلام كده برضه يعني رينج بين ايه؟ مضغوطة. عايزين نجيب السي زي ما قلنا المرة اللي فاتت بريشر اللي جوه رينج بين. لو ما سمعتهاش المرة اللي فاتت عادي قلت لك اسمعها من دي مش مشكلة. دي كام بقى؟ اللي هي كام بقى يا جماعة؟ حد يقول لي كده؟ اللي هي 66 ساين 30. حد يحسبها لك كده 66 ساين 30 دي كام؟ 66 ساين 60 ايه؟ ساين 60 كام؟ لا احنا بلاش بالكام. لا بالديجيتس. الارقام. عارف كام درجة دي كام الاثنين؟ بلاش اسف. 57 طن على المتر. طيب دي كده بالظبط لو حبيت ارسمها لو حبيت امثل دي هي دايرة عليها من بره كومبريشن بكام؟ 57 57 طن على المتر. بمعنى كده ان الرينج دي مضغوطه بيرنفر لود ديستريبيوتد في اتجاه المركز ب 57 طن على المتر. عايز بقى اعرف هي مضغوطه بكام؟ ده اللود اللي بيوزع عليه. بص بقى لا مش مستحيل هو ده اللود ده قلنا المره اللي فاتت ما طلعش كده. دكتور بقول بالظبط اذا هنا في كام؟ في جوه الرينج انا هحاول اكبرها شويه عشان دي كده صغيره خالص. عشان انا اكبرها هنا. اهي
بص يا باشمهندس اهي دي على كام 57 طن على المتر هقطع بقى دايره لان النقط هيظهر لي هنا سي وهنا ايه الكروسيروس وهنا سي خلينا في حته المره اللي فاتت خلينا عدها تاني لما اجي انا بال 57 بضربها في البار ده الدايمتر بتاع الدايمتر بضرب في الدايمتر فبقول ايه 57 في الدايمتر يساوي كام؟ 2 سي هنا جبت السي لان انا عارف الدايمتر بكام؟ الدايمتر بكام يا باشمهندس؟ هو 5 ساين 30 دي برضه 5 ساين 30 يبقى كانه كام 10 ساين 30 يبقى دي الدايمتر ده 10 ساين 30 يبقى ممكن اقول هنا يبقى 75 في 10 ساين 30 يساوي 2 سي انا هنا جيب ايه؟ جيب السي كام؟ 142 ونص طبعا غلط انا عامل ده طن بس ليه بنضرب يا جماعه في دي؟ ليه مش بنضرب في نص الريت بتاع نص الدايره؟ قلت لك في كام؟ ليه بقى؟ خلينا نعرف بسرعه كده انا عملت الفلويد اي مركبه راسيه دي اي واحده مايله بتخليها راس اي واحده مايله بتخليها راس اي واحده مايله بتخليها راس الاوبك اللي هنا بيتم مع الاوبك اللي هنا دي بلاش الراس رايح فين؟ الراس لو نزلت بيروح فين؟ هيقع كله على ايه؟ على الدم. مش بتكتب ما تبقاش بتحلو خلاص خليك فاهم. الرأس كلهم لو حطيتهم اسقاط بقوا على الدايمتر بتاع الدايرة عشان كده بنضرب في الدايمتر بتاع الدايرة. تمام كده؟ بنضرب في الدايمتر بتاع الدايرة. المرة دي بتكتب التفصيل المهم. المرة الجاية خمس مسائل هتلاقي ان انا بعمل ايه؟ افكار افكار افكار. يعني انت افكار مسائل وانت بعد كده بتعمل عادي. ماشي؟ انا لحد دلوقتي عمال ماسك ايدك في المسألة من اولها لاخرها. بعد كده مش هعمل كده. احنا لو ماشيين بالريتم ده ما نقدرش شيبس خالص مش عايزين نبدا في البيت ان شاء الله الاسبوع اللي بعد الجاي المساله بروبلم 3 يا جماعه اللي هي بروبلم 1 بروبلم 2 بروبلم 3 دي مسائل الامتحان اصلا مسائل الامتحان فاينل دي مسائل فاينل 2013 بروبلم 3 عامل ازاي بقى؟ اول حاجه نجيب رقم التماثل اهو دي راح حاطط شال كده جزء من الكوره مقطوعه جزء من الكورة بس مقطوع على زاوية 30 درجة خلي الار دي ب 10 متر دي 10 متر زاوية 30 حلو ده جزء من ايه؟ احنا عملنا كده اللي احنا عملناه الاسبوع اللي فات بس مقطوع على زاوية 30 درجة وقال لك القطر بتاعها ده ايه؟ ب 10 متر. حط هنا رينج بيم. رينج بيم هنا. كده. رينج بيم هنا. وراح شايل دي على عمود. وشايل دي على عمود. وبقت عامله زي سبيل الجامعه كده. بقت عامله زي ايه؟ عقبه الجامعه. حطينا رينج بيم ده ايه؟ رينج بيم دي مكمله كده. هوا هنا في هوا تحت ده اعلى خزان اللي كده اعلى خزان خزان ميه ده اعلى خزان ميه ليه بقى؟ خزان الميه طالع من هنا من دايره كده جزء اللي هو بتاع الكوره تاني طالع كده و ما بقى ده ميه على كده كده ده بقى على درجه 90 درجه دي نص الكوره دي نص الكوره شويه وميالها فبالتالي ده ايه؟ ده هوا هنا ده فراغ هوا ميه فين؟ ميه هنا ودي قاعدة القاعدة الأساسية الدايرة مطلوب ايه بقى؟ مطلوب ترسم الدايرات بتاع ان في واي الجزء الخارجي وان في سيتا الجزء الخارجي ترسم ان في ار ان سيتا الجزء الداخلي ويدينا فرصة البريدنج بص معايا بقى بص معايا أول حاجة نقولها واحدة هنقول إن أنا المسألة دي عبارة عن جزئين أول حاجة ده الجزء الأولاني دي الشارع الأولاني ودي كده إيه؟ الشارع الثاني
اللي هو واحده واحده كده ولا مع بعض. الشيء الاولاني الشيء رقم واحد مش عارف الاسئله والله. الشيء اللي هي نفس الدوله الكبيره معاك حق معاك اكيد كنت انا هاجي اعمل دلوقتي انا ما حطيتش الكود بتاعها على البيت صح؟ بس هي بس انا هجيبها هي برضه نفس الكود بالظبط اللي هو 10 من ايه اللي سابع 10 من الزاويه دي من كام؟ 30 يعني مش ناقص تعقيد خليها على الاقل تبقى حاجه حلوه اه هي نفس المسألة ايه ايه نفس المسألة اه بس في عشان فيها المره دي ان الميه بره الدور طب معلش ما انا مش هكمل انا معاك انا نفس المسألة دي انا بدي الفكره بس حتى عشان اقعد اجيب المسألة دي اه بص بقى بالظبط لو جينا نبص هنا ادي ايه؟ هناخد دي نقول ان هنا ده كده اسمه ايه دلوقتي؟ الشيء الاولاني دي اسمه بي ار برضه ما زال على زاويه ايه؟ اتش انا هجيب لك بي ار وبي 5 وار 1 وار 2 والباوند كونديشن وانت بقى ايه؟ هتكملها انت وتحلها ماشي؟ اهي الزاويه هنا كام بقى؟ الزاويه هنا ايه؟ لا دي كلها فور يبقى دي كام؟ 5 90 كويس يعني دلوقتي تقدر تقول لي ان الشيل رقم واحد الشيل واحد اقول لك ار واحد بكام؟ وار اثنين بكام؟ واقول لك البي ار بايه؟ والبي 5 بايه؟ وهديك كمان الباور كونديشن اللي هتقالي بيه دي بالسالب كل شيء ليها سالب واحد بس كل شيء ليها سالب واحد زي ما شفت كده سالب كل مره بيبقى سالب واحد طيب خلينا نقول كده بقى الشيل الثانيه ايه؟ الشيل رقم 2 الار 1 بكام؟ الار 2 بكام؟ البي ار بايه؟ وبرضه الباور كونديشن بتاعها كده يبقى احنا المساله دي بس كلها تعملوا لنا في حوار الارقام بس ماشي؟ ار 1 وار 2 الشيل دي ما زلنا بنتكلم في جزء الكور وار 1 بيساوي ار 2 بيساوي 10 دي 10 مات دي 10 سهل البي ار خلاص نيجاتيف جاما اتش والاتش انا لسه جاي دلوقتي اه الاتش تعالى نجيب اتش او نجيب هنا على طول الجاما واحد خلاص الجاما واحد خلاص الجاما دي واحد هنشكلها الاتش بقى على طول بيساوي ايه؟ هي باين هنا اهو دي لو دي ايه؟ دي 10 متر يا جماعه هنا هنا 10 متر فعلا كام؟ 10 ساين 10 ناقص 90 صح كده؟ يبقى 10 ساين باي ناقص 90 بس كده دي كده ايه؟ ال ال اه عايز بقى تكمل بفاي ناقص 90 اخر المساله او بقى تخش بقى في شغل الرياضه الفاي ناقص 90 تقلب الكوزاين ولا تخليها ساين تطلع تشوف سالب بره ولا سالب جوه انا رايي انا هسيبها زي ما هي اه بالظبط هي حلوه بجد والله حط طلب عارف انت لما 90 تغير الفاي تقلبها فاكر القصه دي؟ طب السالب لو الكوزاين بيطلع الاشاره ولا الساين بيطلع الاشاره بره؟ روش بقى لا سيبها زي ما هي ما تعرفش البي 5 بكام؟ خد بالك دي كده نيجاتيف عشان خارجه لبره الباوند كونديشن بقى بتقول ايه؟ اه لا يا باوند كونديشن ايه؟ 5 90 تقدر بقى تقول ايه 5 0 بقلب جامد تقدر تقول ايه 5 0 ليه؟ لان ما تطلعش الفينس ما تطلعش الفينس لان الساين بتاع التربيع لما تقعد ب 90 دي واحد فما يطلعش التربيع لو انت تقول نص اه فلاول مره هتشوف ان 5 0 اهو ايه؟ مش هتبص للزيرو انا ممكن ابص للمعدل انا كده اقدر افتح الحته اللي يعني البادجت بعيد اول ما يبقى ولا مفيش حاجه معدل اه بص يا جماعه تعال على الشيل الثانية، الشيل الثانية دي، الشيل الثانية، خلاص انت تاني كده انت تخش بقى تقعد بالمعادلة تطلع سي باوند كونديشن جبت الثابت عندك ان باي، قانون اللي بيربط ان باي بان سيتا جبت ان سيتا خلاص كده تمام؟ هنا ار 1 بكام؟ الشيل الثانية اللي تحت ار 1 بكام؟ ب 10 وار 2 ب 4 البي ار بقى ممكن تعرف حته في المساله هي مش عشان الاشاره اكيد البي ار
هتفضل كده اهو بعد ما انت تبص كوبري اهو خد بالك ما تبصش ركز معايا على العمليه دي تاني خالص. بص هعملها ازاي؟ اول حاجه هطلع كده اهو عند نقطه عمليه. المسافه دي من الدرجه كام؟ اللي انا لغايه دلوقتي دي؟ اللي هي 10 بالظبط. الزاويه اللي خدتها دي هي الباي. كويس؟ النقطه دي عندها الميه بتضغط كده. يبقى دي اسمها ايه؟ دي ار. يبقى اول حاجه كده دي بوزيتيف جاما اكش. بس الاكش يا ترى فين بقى؟ الاكش مقاسها من هنا من هنا اهو اهو بص 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 هاتش راس فوق كده هي دي اكش بتاعتها دي الحاله دي اكش خليك فاكر ان دي اكش ماشي؟ طيب هسالك سؤال تكمله المسافه دي بكام؟ تكمله المسافه بكام؟ 10 لا 10 كوزاين باي تكمله المسافه ادي 10 كوزاين باي كملها كده ارتفاع الراس دي كام؟ 10 كوزاين باي. طيب هسألك سؤال تاني بقى ارتفاع الرأس كله بكام؟ كام؟ برافو عليك 10 لا 30 بقى انا عايز اجيب ارتفاع الرأس ده كله هو ده كله صح كده؟ 10 كوزاين 30 دي لحد هنا و10 كوزاين 30 دي لحد هنا يبقى دي كام؟ 20 كوزاين 30 اعتقد لو واحد في الامتحان اول مره يعمل الموضوع ده يجيب مسافتين ويشوف مجموعهم كام اعتقد انك عشان تجيب تجيله في الامتحان ده لو واحد عبقري شويه. عايز اقول ايه برضه؟ ان لازم تكون انت حلمت دي او حد يوريها لك. تمام؟ عملتها او حد يوريها لك تعرف تتحرك طبعا لو سالتك الاتش كام هترد بكل بساطه بس بقول لك بعد ما انا عملت ده قبل ما كنت اعمل كده ما كنتش تقدر تقول حاجه. فاهم قصدي؟ جامع اتش عايزين الاتش بقى الاتش بكام دلوقتي؟ ايه؟ حد يجيب الاتش دلوقتي؟ 20 كوزاين 30 ناقص 10 كوزاين 4 هي دي اخر حته في المساله بس خلينا اقول لك ليه تفرق انك هتكون حد قال لك قبل ما تخش الامتحان خلاص احنا عرفنا الاتش الاتش هنا يبقى 10 كوزاين 20 30 ناقص 10 كوزاين 4 عايز بقى حد شاطر يقول لي بقى من الكونديشن ده ايه؟ حاجه ما هو الباي بزيرو احنا مش المفروض ان البي ار يبقى زيرو الايه؟ الباي يبقى زيرو في الباي ايه؟ البي ار يبقى زيرو في الباي في التليفون ده الباي يبقى زيرو الباي برافو عليك الباي بيساوي زيرو البوست البوست سيلز ايوه البوست احنا قلنا فوق هنا الانفينيتي وقلنا ما ينفعش تتكلم عن الانفينيتي يصلح لو عملت دور صلح تقريبا بيتمرن 80% من الدرجه مهما لعبتيه بعد كده في الارقام لان الارقام دي ايد ربنا فاللي بيصلح اهم حاجه شوف دور صح عارف بقى لو شاف دور غلط اصلا يشرب على اللي بعده خليك جنبي يعني يصلح لو لقى دور غلط يشرب على اللي معاه ان اللي بعده هيبقى ايه؟ غلط بقى اكيد ما هو دور غلط يبقى غلط خد بالك في دول لو عملت دور صح خلاص اللعبه اللي بقى لعبه ارقام لعبه تنفيذ طيب ناخد بقى مسالتين بقى في السريع كل مساله فيها 5 دقايق او 10 دقايق اوف كورس هي مش هتكرر على فكره المسالتين مكتوب على واحد ولا اثنين كل مساله بس شوف بقى ده لون غلط شايفها سهله بس مش سهله هتلاقي اول حاجه في السكشن هفهمك يعني ايه كونيكال شير وان ما بنشتغلش بقى زاويه فاي بنشتغل في حاجه اسمها اس المره الجايه وبعد كده نحل مساله كون بعد كده نبدا بقى باقي السكشن الباقي المساله اللي انت شفتها دي الشيت عباره عن ايه؟ كون مع سفير يعني مسالتين مع بعض كونيكال مع سفيريكال شيب فتلاقي بقى خلاص لو انت فهمت الكونيكال شيب تلاقي بعد كده ان المساله عباره عن كون وتمام طب بص بقى بص اول حاجه عندي المساله دي بص يا اخوانس جه اول حاجه راح عمل شال عمل هنا المسائل دي ما كانتش موجوده حد قلت له بس انت تجيب اربع كده وعيد تجيب شال وعمل كل ما عمل كده كويس كويس الدكتور قالها عشان هو دايما بيجي وعمل شال كده
دي كده قال لك ان الشيل دي هي اخيرا 90 دي ادي واحد قال لك ان الدايره دي اترسم من نص فوق بنفس المسافه اللي هنا طلعت خلاص كده المسافه اللي قبل هنا كانت كده النقطه اللي رسم بيها الكيرف ده بقى حط هنا قال لك ان انا هنا حتى قال لك الزاويه دي كده هي نفسها لو بدات تطلع هي بدايه الشيل دي هي الشيل دي هي كده فاهم قصدي؟ قال لك الزاويه دي ايه؟ والزاويه دي برضه ايه؟ يعني تو ده ايه وتو ده يعني كده الانترفيلر اللي هم نفس فقال لك الشيل دي واحد الرقم الهاري واحد الشيل دي اسمها واحد والشيل دي اسمها اثنين مسألة زي دي بقى تحمل الحل فهي أول ما يكون مرة يقول إيه يعني فهي تحت سهلة أول ما يقول إيه من دون مسألة بس اللي هو بقى بص يا بص يا مطلوب توري بيسموهم توري دي لينيس وكلوبيتش الأربع رياضات بسمهم عشان لو درجة التسمية في الامتحان تو ريديس وكلبيتش تو ريديس وكلبيتش واحد من يسميها ريدي ريدي وكلبيتش يعني ار اي دي دبل اي ريدي وكلبيتش طيب بص بقى الشيل الاولاني طب ايه رايك نعمل الشيل الثاني اللي هنا سهل الشيل الثاني الشيل الثاني الشيل تو ده جزء من بايع مركزه واقع على المحور التماسك اللي احنا متعودين عليه يعني ار واحد يساوي ار اثنين يساوي ايه؟ خدت درجة. خدت درجة. بس طبعا الويك درجة مش زي اللي فوق، يعني لو المسألة دي عليها 10 درجات، على دي تاخد درجتين وانا على اللي فوق عليها 8 درجات، عشان اللي فوق بقى 10 درجات. طيب، ممكن بقى نشوف مع بعض كده اللي فوق. أول حاجة، طبعا بيقول لك هتدي زاوية واي، فالشيل بتاعك وانت عايش بقى كده. مفيش مشكلة دي خلصت. الشيل اللي فوق بقى. أولا ده مركز. كتر الاعلى ايه بالظبط يبقى زاويه باي هي دي صح ولا ايه؟ صح كده؟ زاويه باي اللي لسه مع الراس والليف ادي اول حاجه يعني اول حاجه تاخد عليها درجه بس مش باي تاني حاجه تاخد عليها درجه هو ار واحد المساحه ار واحد احنا دايما ار واحد تشيل السكشن باي الباقي الرقم ثاني لا لا كلام الكلمه الاولانيه ار واحد والرقم ثاني هو نص قطر الدايره اللي اترسم يساوي ايه؟ ايه؟ اللي ما حطش نيجاتيف اللي ما حطش نيجاتيف اللي هو درجتين من 10 هنا بالظبط عشان ده كان نيجاتيف المساله كده ان انت بقى هو اللي هيبقى نيجاتيف قلت له جنب اللي فات نيجاتيف لما يدخل على ادي اول ادي اول حته عليها درجتين من 10 شهر بس الحته الثانيه بقى ان ار 2 متغير هنا في المساله دي تعال نشوف ازاي يعني ار 2 متغير اقول لك بص انزل كده زاوية عامة زاوية فاي خلي بالك دي مش فاي هي الفاي لو خدت حالة عامة تاني خلي بالك ايه جزء الفاي معلش زاوية كده وقت كده زاوية كده 30 درجة دي 30 درجة يا جماعة دي بتراك 30 درجة دي 30 درجة زاوية كده بعد كده دي كام؟ 30 كام؟ لا دي 30 دي 60 دي 60 وزاوية فاي هنا وكده لازم تاخدها بتاع عامة يعني ايه؟ يعني لو عايز تاخد زاوية فاي هنا في الشيل بتاعك دي لازم امشي كده هي مالهاش لازمة خلاص عشان كده كده خلصناها بس افضل اقول لك ايه؟ مش دي فاي لا فاي هي حالة عامة مش ايكو زاوية فاي بس بس خليني خليني امسحك عشان انا شغال في الشيل دي كل وقت خليني امسحك مش عايز حاجة بص بقى بص يا باشمهندس ليه بقى ار 2 ليه ار 2 هنا في مشكلة؟ ار 2 فاليو ايه فاليو؟ النقطه دي ار 2 من هنا لحد هنا ار 2 من هنا لحد هنا يبقى دي كده من هنا لحد هنا هي ايه؟ من هنا لحد هنا هو ايه؟ ار 2 طب لو خدت النقطه دي هنا لو خدت النقطه دي هيبقى دي كلها هيبقى كلها كده اسمها ار 2 هو ار 2 ايه؟ طيب ار 2 هو دايما المسافه من هنا زي ما قلنا الاسبوع اللي فات لحد هنا مش ده ار 2 تاني كل ما اتحرك بالزاويه ار 2 عمال يتغير. طيب حلو تعالى بقى نجيب ار 2 بدلاله فاي تعالى نجيب ار 2 بدلاله فاي انا هبسطها لك اقول لك ازاي بنعمل حته زي دي بنتصرف في حته زي دي دايما ناخد الابعاد المايله نسقطها على البعد الافقي يعني نجيب لها المحصله الكوزاين بتاعها
واحاول اقسمها مسافات وهريات حاجه لوحدها. بمعنى ايه يا باشمهندس؟ هسالك سؤال يا باشمهندس، الزاويه بتبقى من هنا لحد هنا كام؟ من هنا لحد هنا كام؟ الزاويه دي كام؟ من هنا لحد هنا كام؟ لا 270 بالظبط كده، برافو عليك، ناقص فار 270 ناقص فار. يبقى لو قلت المسافه من هنا لحد هنا هي ايه؟ ايه ربع؟ ايه ربع بالله عليك، ايه زائد ار 2 ده من هنا لحد هنا لا، ده ايه زائد ار 2 لحد هنا؟ ده كل ده ايه؟ ايه زائد ار 2؟ ايه زائد ار 2؟ كوساين كوساين 72 ايه 72 ناقص ايه؟ ماينس 4. حد عنده افكار؟ ايه زائد ار 2 بعد كده حللتها بكوساين 72 ناقص 4. هسألك سؤال تاني بقى، نفس المسافه من تحت هنا ايه؟ ايه؟ بالظبط كده. تقدر تجيب بقى ار 2 ولا ما تعرفش؟ قول لي ار 2 بيساوي ايه؟ ار 2 بيساوي ايه؟ هتساوي ده. هتساوي ده. اذا ار 2 زائد ايه؟ زائد 72 ماينس 5 يساوي كام؟ يساوي ايه؟ ودي اقسم على كوساين الناحيه الثانيه يبقى ار 2 بيساوي ايه؟ على كوساين 72 ماينس 5 ماينس ايه؟ بس كده جبت نار كتير جدا. جبت نار كتير بس هي كانت المساله، هو ده المساله. في بروح دلوقتي ايه
اكس دي يا جماعه جدا يجيب لك الاكس وبي في الامتحان زاويه ايه؟ ايه بالظبط؟ شيل بقى واحد شيل واحد شيل واحد ايه بي؟ اروح بكام؟ واحد اتكلمنا فيها المره اللي فاتت قلنا لو انا اي خط راسي خطي عملت عليه مماس عمودي على مماس هيرد البيت دي كام؟ ار دي بي ار دي بي بس دول كانوا مسلمين الترم بومب سيجنال